خدنا عين بس كده انزلاق غضروفي بسيط في اخر اجزاء الانسه فرح، لان كنا بنصور جزئين مع بعض الرابع والخامس، فكان استاذ وائل فرج بقى المخرج شدد علينا شويه. لا لا لا، عايز اقول لك بقى احنا كان اخر ايام تصوير عياط بقى، خلاص بنعيط كلنا. ولسه حتى النهارده رانيا يوسف عامله بوست وقد ايه احنا وحشين بعض كلنا، وحتى صورنا كلنا وبتاع، لان احنا بقى لنا 3 سنين بنصور مع بعض، بقينا فعلا عيله واحده، بقينا فعلا عيله واحده خالص يعني. وشاء العليم القدير يعني انه العيله دي وافرادها كلها ما فيش حد مش سالك يعني، كلهم كويسين وكلنا مع بعض فعلا مندمجين جدا، وكاريزمتنا مع بعض ماشيه حلوه قوي. بالظبط. هو بص بصراحه يعني القصه رغم ان هي بدايتها كانت غريبه، لكن طاقم الكتابه والاخراج بالتعاون طبعا مع الاستاذه سالي والي المنتجه شالوا كل المشكلات اللي ممكن تبقى مش متماشيه مع افكارنا وثقافتنا، وحولناها تماما الى نسخه مصريه. يعني اللي احنا بنشوفه النهارده من الانسه فرح هو نسخه مصريه اصيله من المسلسل. ما كنتش اقدر افوت فيلم فرق خبره بصراحه النهارده رغم الاصابه، لانه احنا المنتجه شاهيناز العقاد والمنتج محمد حفظ الاثنين من اعز اصدقائي، واسمهم لوحده على اي افيش ده بيعني انه اختيار جيد لنص جيد، وانه في عمل جيد هنخش نتفرج عليه. غير ان شرنوبي طبعا صديقي وهدى المفتي حبيبتي ولادي، هما الاثنين بطوله ليهم منفرده مع المرحومه دلال عبد العزيز، فدي كان يعني حاجه لازم بتشجع انه هنشوف فيلم فعلا كويس، وبنسترجع ذكرى الفنانه دلال عبد العزيز برضه. ان شاء الله في برضه مسلسل اوف سيزون 15 حلقه حكايه ضمن حكايات اسمها وشوش مع الفنانه حنان مطاوع. الحكايه بتاعتنا اسمها وش ثالث، بطوله حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وعابد عناني وانا ومجموعه كبيره الفنانه نورهان كذا حد يعني، وفكره حلوه جدا يعني. لا هي ان شاء الله تذاع على طول. هو اخراج معتز حسام، ده برضو من الحاجات اللي شجعتني جدا مع الورق ان انا يعني اصور، وان شاء الله هتنزل لا قريب يعني، احنا مثلا هنخلص في حدود 20 يوم جايين، وبعدها على طول لسه بنبتدي تصوير اول كام يوم. انا بصور، ما دي المشكله انه الاصابه دي محتاجه راحه، بس انا ما بقدرش استريح طبعا علشان لازم نخلص التصوير. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يخليك، ربنا يخليك، اشكرك.